فكرة بسيطة استطاع علي ونورة وصالح تحويلها إلى مشروع اقتصادي صغير لمواجهة مصاعب الحياة وتحقيق ذاتهم على الصعيد العملي والمادي. بلشنا بهذا المشروع أنا ورفيقي من تقريباً شي 6 شهور. قررنا نعمل مشروع كريب أون ويلز، هو كريب على العجلات، نبيع فيه حلو الكريب بالشارع. الفكرة أنه عملنا سيارة، بدنا نبعد عن فكرة الأماكن المغلقة، فكرة المحل أي حدا بيقدر يعمل محل، بس فكرة السيارة هي بتجذب أكتر، وبنفس الوقت نتنقل فيها من مكان لمكان. والهدف من المشروع هو يعني نحن حابين نتنقل بسوريا لحتى ممكن مع الأيام نبين معالم بلدنا، وبنفس الوقت تواصل مع العالم. بنحب نتعرف مع عالم كتير، يعني العالم حابي الفكرة. هي مبادرة شبابية بتثبت كيف قادرين الشباب يثبتوا حالهم على أرض الواقع والحياة العملية. فكرة أنه نكون في بنت موجودة بهذا الفريق، كمان العالم شوي عم بيستهجنها بالشارع، فأنا عم حب أني أجي شارك معه طاقة العالم وقت اللي بتاخد مننا الشوكولا. أنا كتير بحبها وبنبسط فيها، وهي كتير شيء بيعطي طاقة ودعم وشيء بيسقل شخصية الشخص على الحياة العملية. فبالنسبة لي هذا الشيء كتير مهم، وأنا كتير مبسوطة أني من هذا الفريق. مع ساعات المساء الأولى يوميا يبدأون العمل في عربة متنقلة لبيع حلوى الكريب بحشوات مختلفة ونكهات متنوعة للمرة في شارع الحضارة بمدينة حمص. نحن بلشنا بهذا المشروع من فكرتنا كشباب انه نحن لازم نأمن مستقبلنا ونعتمد على حالنا، يعني نحاول نساعد اهلنا اذا بنقدر. نحن بنداوم بالجامعة بالنهار بالنسبة إلي يعني، وبنرجع الشغل بالمساء. بس حبينا نبلش شغل يكون نحن حابينه مشان نقدر نشتغل ونتابع فيه، ويكون شيء جديد وشيء حلو يعني. فقررنا انه نبيع حلوى الكريب اللي هي فكرة يعني فرنسية، نحن جبنا الاكل من برا والوصفة كلها تحت، تعبنا كثير لتعلمناها، بس بعدين زبطت يعني وحبينا الشغل. بلشنا شغل بالمشتى قبل ما نجي لهون، وكان في كتير تفاعل وكتير كان في سياح وعالم أجانب يعني من برا، وكتير دعم اللي عطونا إياه كتير بيشجع وكتير بفائل، وبنحس إنه فعلا نحن عم نعمل شيء مفيد يعني. رغم كل الظروف التي مروا بها يبقى الأمل مفتاح الحياة لديهم، فيحاول الشباب السوري إثبات نفسه لمواجهة مصاعب الحياة متجهين نحو المشاريع الصغيرة ليحققوا طموحاتهم وأهدافهم وليعتمدوا على ذاتهم، مبتكرين أفكار جديدة خلاقة يومياً.